يمكن الاستاذ زياد اشار الى مساله ان ده بيتوقف على الفئه العمريه، فئات المستويات الاجتماعيه. صحيح. يعني قد يبدو سؤالي سؤال كده يعني بسيط، يعني طيب مين اكتر فئه بتقرا؟ السيدات وطلبه الجامعه. بص هقول لك على تجربتنا احنا الشخصيه. احنا لما بنيجي نعمل اعلان ممول على السوشيال ميديا بان احنا منزلنا اصدار جديد، فبنستهدف الفئه من 18 سنه ل 40، وبالتالي هي ديت الفئه الاقوى في القراءه، هي من 18 ل 40. بس ده مؤشر كويس جدا. جدا، وبينبئ بالخير. لانه قد يهيئ للبعض انه لا، اللي بيقروا هم اللي فوق ال 40، اللي فوق ال 50 حتى يعني. بس خلي بالك لما تيجي تفند معطيات القراءه، مش معطيات القراءه، نتيجه القراءه، ماذا فعلت القراءه، يعني ما بعد القراءه، يعني ايه الترجمه اللي حصلت، هتلاقي نفسك عندك مشاكل اكبر بقى. لان انت مثلا في ازمه دلوقتي موجوده في المجتمع المصري عن للفيلم بتاع الاستاذه الفنانه منى زكي مثلا على سبيل المثال. طيب لما تيجي تفند المشكله، انا اسف ان انا طلعت بره الموضوع، بس لما تيجي تفند المشكله فتبص تلاقي هو الفيلم معروض فين؟ على منصه نتفليكس اللي هي بتروح تدفع لها فلوس عشان تشوفها اللي هي المفروض انها منفتحه، فانت اوريدي مشترك في منصه منفتحه، فانت عندك تحفظات على ايه؟ يعني انت عندك تحفظات في الاول على ايه؟ فتبص تلاقي نسبه القراءه كبيره جدا دي، بس ما فيش وراها حاجه، ما بتدفعكش الحاجه، ما بتحرككش قدام خطوه. تبص تلاقي ازمه في كتاب من عنوانه، طب ما انت ممكن الناشر يكون شاطر شويه فاختار عنوان عمل بوم اعلاميا دعائيا، بس الكتاب نفسه عايز يقول حاجه. فانت لا، انت بتاخد الموضوع برضو لسه بناخد الامور من على قشرتها من بره، ونتحرك وناخد خطوات فعليه تجاهها. طيب ما ننتظر قليلا حتى تتضح الصوره. تتضح الصوره. طيب